ذلك القانون. وكيل كارتيرون، وهنا لازم بقى هنتكلم شوية وهنقف شوية. وكيل كارتيرون بيطلع بتصريحات بيكذب فيها التويتات اللي قالها الأستاذ ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، اللي قلبت السوشيال ميديا، قلبت الدنيا، بهدلت الدنيا. طبعا الكلام كان ماشي على يعني يمشي ويتركب على ان كارتيرون عاوز يمشي، كارتيرون الوكيل بتاعه بيدور على عقد ليه، تويتر تمشي الكلام ده. اوكي تمام. فطلع النهارده طبعا نفى هذا الكلام جمله وتفصيلا، انما انا تخلوني يعني ايه اقول لكم او اذكركم او افكركم بموقفي اللي انا قلته في البدايه خالص برفضي رجوع كارتيرون. اولا مفيش دخان من غير نار، ثانيا على حسب يعني حد معرفتي يعني بيه، يعني الاستاذ ممدوح عباس لما بيكتب تويته بيبقى عنده معلومه، ومش اي معلومه، لا بيبقى عنده معلومه، ومعلومه بالنسبه له مؤكده، ممكن يقولها هو على لسانه ما يقولكش طبعا مصدره مين. طبعا ان كان مفيش دخان من غير نار، يعني حتى لو المعلومه نسبتها مش 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 سليمه بنسبه 100%، فانا بقول لك ان مفيش دخان من غير نار. وانا بقول لك ان من ساعه ما قلنا ان كارتيرون ما يرجعش كان بسبب ايه، كان بسبب النقطه دي، ان اللي مشي مره يمشي التانيه والتالته والرابعه، واللي باع مره يبيع التانيه والتالته والرابعه، واللي ما احترمش تعاقداته مره ما يحترمهاش التانيه والتالته والرابعه. كان هو ده الاساس، وهو دوت الفيصل وقصه المبادئ والقيم اللي عندنا في الكوره اللي احنا عارفينها كويس، ربنا بيكرم فيها امتى وما بيكرمش امتى. خلاص فالكلام دوت لابد ان هو يوضع في الاعتبار حتى مع نفس الوكيل. عارفين كلنا الوكلاء، وعارفين شغل الوكلاء، وعارفين الوكيل اللي ينجح انه يقنع إدارة نادي بانهم يجيبوا مدرب هربان وسايب فرقة، وكان من اسباب خسارة بطولة افريقيا في النسخة اللي فاتت نادي الزمالك كان هروب كارتيرون، اللي نجح انه يقنع المدرب ساعتها انه يمشي ويروح التعاون، وينجح انه لما الدنيا تخرب معاه في التعاون يرجعه مع الادارة اللي فاتت، الوكيل بالشخصية دي وبالفكر ده وبالقدرة دي. لا ده مش سهل. سهل قوي انه يقنعك ان مفيش حاجة وفي 45 ثانية. اشمعنى 45 ثانية؟ ما اعرفش، هي طلعت كده يعني مش ملهاش هدف، يعني يمشي في اي حتة تانية. ماشي؟ يمشي فين؟ في اي حتة ايه؟ فلحظة من التصريحات من كارتيرون ووكيله، لان الاتنين دول عليهم علامات استفهام كبيرة جدا جدا، وأيامهم في كرة القدم المصرية مش طويلة برضو، عشان تبقوا ايه فاهمين، او علشان تبقوا عارفين. انا على مستوى الشخصي، واعتقد ان انتوا بتثقوا في كلام العبد الله، انا لا اثق لا في هذا ولا في ذلك، لا اثق فيهم، لا اثق في كارتيرون ولا اثق في وكيله صراحة. كرة شغل، كرة وشغل، ما فيش حاجة تحكم بيننا الا كرة والشغل. ماشي. الاتحاد السكندري قافش في محمد صبحي، عايز محمد صبحي،
بيعرض على نادي الزمالك ان هو ياخد محمد صبحي حارس المرمى طبعا، بيع نهائي، وفي المقابل يدي نادي الزمالك المدافع محمود رزاق برضو على ايه، على البيع النهائي يعني، بدل يعني راس براس يعني. طبعا الكلام ده مش هيحصل، لان زي ما انا قلت لكم الاخ كارتيون والكلام ده، يمكن اللي هو عماد عبد العزيز في اللقاء بتاعه معايا اعلن وصرح ان محمد صبحي من اوائل اللعيبه اللي راجعه باوامر منين، من كارتيون. لان خلي بالك في واحد من الثلاثه الكبار في الغالب هيمشي الموسم اللي جاي، مين هو الله اعلم يعني، ما حدش حتى الان يقدر ان هو ايه، يقدر ان هو يجزم حاجه زي كده. على سبيل بقى التصريحات، في برضه تصريح النهارده نازل للاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بيقول فيه لما بيتسأل يعني على اشرف بن شرقي، فبيقول مين اشرف بن شرقي؟ انا ما اعرفش اشرف بن شرقي. طب في مفاوضات فتحها النادي الاهلي مع اشرف بن شرقي؟ قال لك انا ما اعرفش اصلا مين اشرف بن شرقي، وحتى لو في كلام انا مش هقوله. تمام؟ انا ايه؟ مش هقوله. يعني هو الجزء الثاني طبعا من التصريح محترم جدا، ان حتى لو في كلام انا مش هقوله. اوكي. انما يعني اعتقد يعني ان ما ينفعش الاستاذ خالد معتجي يطلع يدي فرصه للاعب ان هو هيبقى راس براس معاه ويرد عليه، لان هو هيقول لك مين خالد معتجي؟ وارد جدا يخسر على طول. ماشي؟ ايه؟ بتقولوا ايه؟ طيب حاضر، طيب حاضر، اوكي حاضر. فاعتقد ان التصريح فيك. بيبو تريكا بيقول لي التصريح ده، يعني اتمنى يعني خلوني برضو لانه واخد زخم يعني، خلوني اخد ايه ال واخد زخم. محمد الطباخ التصريحات، التصريح دي عامله على السوشيال ميديا قلق، عامله على السوشيال ميديا ايه؟ قلق. ماشي حاضر، ماشي هنحذره دلوقتي حالا. حاضر نحذره دلوقتي حالا. اوكي تمام، مش واضح ان في ماشي. هبه عايزه تدينا حسين الشحات. لا ده كلام برضه. لا مش هينفع. طيب فين رجاله الاهلاويه الجامدين قوي هنا؟ يرفعوا ايديهم كده بالصلاه على النبي. الاهلاويه الجامدين، الجامدين قوي اللي هم بيشيلوا حديد، اللي معايا في البث هنا يرفعوا ايديهم كده والنبي. هبه طبعا، هبه سيد، ادي واحد. استنى سلوى عماد والشريف امام ومدحت نصحي، ماشي تعالى، وعادل بيه منصور حبيبي عدوله، وامال احمد، وبيبو تريكا، ده مسمي الاكونت بيبو تريكا. اتفضل يا عم صلاح. طبعا يا هيثم، امال ايه؟ ماشي، ومصطفى عاد جامده جدا كده، ماشي اوكي. وريم شانتي اهلاويه جامده جدا اهي، وابو علي وعمر لاشين، منذر الاغا، محمد ابو الدهب، شوفوا الناس دخلت كلهم ازاي، مدحت نصحي، ماشي محمد عطيه، نصر الاهلي، الله تمام، حلو قوي، جميل، وجمال خليل يا حبايبي اوكي. وعلاء اليوسف قال لك انا اهلاوي ايه،
طيب ماشي، وسمير علي ده كل الاهلاويه الجامدين ايه دخلوا راحوا ايه نازلين بالكومنتات، وايهاب الماجيك ومحمد وجيه، الله 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 الله. ده في طعم اهلاويه جامد جدا بيتفرج اهو. طيب ماشي، ومحمد ماشي خلاص بقى عشان بيقرروا الايه الكومنتات. طب ماشي، الاهلاويه الجامدين قوي اللي معايا دول، اخر خبر بقى اختم بيه النهارده رجاله، تحل الذكرى التاريخيه لاكبر فوز للزمالك على الاهلي بنتيجه 6-0، واحرز الاهداف. هي فين الاهداف؟ واحد في الاهداف، انا كنت كاتب الاهداف هنا اهو، مختار حافظ زقلط 3-0. ايوه تعالوا لي هنا، ما حدش يسيب البس ويمشي. ماشي اوكي، انا بقول لك اهو، تلاتة اهداف هاتريك زقلط، ومحسن السحيمي هدفين، وعبد الكريم صقر قبل ما يروح النادي الاهلي هدف، ودول كده 6-0 بتوعنا احنا. ماشي يا رجاله ولا ماشي مش ماشي؟ عشان انا موضوع بتاع 6-1 وخالد بيبو زهقني كتير، قعدت سنتين مزهقني، ما شغالين مع بعض انا وهو في دي ام سي، زهقني في الرايحه وفي الجايه، هو كياد اصلا يعني، خالد بيبو اصلا كياد، فكان رايح لي بقى في الرايحه وفي الجايه هو والاخ لفندي التاني هشام بيه حنفي، والاخ التالت زعيم العصابه، زعيم العصابه بتاعهم الاخ الاخ الباك ليفت اسمه ايه؟ محمد بيه عمار. زهقوني زهقوني والله العظيم 3 سنتين، فهو انا بظبطكم اهو. طيب قبل ما انسى، بتضحكوا ماشي اضحكوا براحتكم، 6-0 حلوين، 6 رايقين، سنة كام بقى؟ 44. في تاريخ ابويا، في تاريخ ابويا، عيد ميلاد ابويا 44، كنا كسبانين احنا 6-0. كويس ان الموضوع ده عشان امسكه له هظبطه فيه شويه، هظبطه. 44 ايوه، ده تاريخ ميلاد السنه اللي اتولد فيها ابويا، كان النادي الاهلي شايل 6-0 من نادي الزمالك. حلو قوي كده، عشان يهدى بقى كده ويصلي على النبي معايا شويه. اوكي، عايزكم تتمنوا الشفاء. هشام حنفي تعبان جدا، كابتن هشام حنفي كابتن مصر والنادي الاهلي طبعا وصديق عمري، ماشي تعبان جدا، كورونا متمكنه منه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يشفيه. وخلي بالكم كورونا لا يعني المصل بقى، وسجلوا المصل، هيثم قود انت الحمله دي، ماشي مشكوك فيه يا عم التكت يا عم، واي حاجه للزمالك يبقى مشكوك فيها يا عم، صلى على النبي. هبه والنبي انت ها، عادل منصور، هشام حنفي، هشام حنفي يا رجاله، ندعي له كلنا بالشفاء. كورونا لا يعني تعبان تعبان ان شاء الله باذن الله. ماشي ماشي، اسيبكم بقى مع الستة صفر دول الحلوين، تمام، وبكره ان شاء الله عشان تقول لي 3-0 بتوع الطايره، عشان تقولوا لي كويس 3-0 بتوع الطايره، ماشي انا اقول لك 6-0 بتوع القدم. يلا بكره اشوفكم على خير، السلام عليكم.